السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب؟ إن شاء الله رب بخير. اليوم راح ناخذ محاضرة ال RSA algorithm كخطوات حل، أو بالشغلات اللي راح نحتاجها إن شاء الله بحل الأمثلة. إنه أول شيء لازم نتحدد ال P وال Q. شرطين عندك إحنا. الشرط الأول، ال P لازم ما يساوي ال Q، ال P لا يساوي الكيو، يعني ليس نفس العدد. ثاني شيء انه البي والكيو، يعني البي والكيو اثنيناتهم لازم يكون برايم. يعني شنو؟ يعني عدد اولي، يعني عدد فقط، يعني شو اسمه مالته تكون فقط انضرب في واحد. مثلا ثلاثة جاي من شنو؟ ثلاثة من ثلاثة في واحد فقط، اثنين جاي من اثنين في واحد، اما الاربعة لا، لان اربعة جاي من اربعة في واحد واثنين في اثنين، تمام؟ فالبرايم هو عدد الاولي. فانت بالبداية هاي الشرطة لازم تعرفها. اوكي، ال n ساوي p في q، حتى نجد ال n نضرب ال p في q. ثيتا n قوسين p ناقص واحد في قوس الثاني اللي هو q ناقص واحد. هنا ال e لازم تلقي ال e، هاي خليها ببالك. ال e لازم تلقي القاسم المشترك الأكبر بين الثيتا ان وال ان، لازم النتيجة تكون واحد، دائما لازم تكون واحد. ان شاء الله تتبين عندكم. القاسم المشترك الاكبر ايضا تستخرجها بالحاسبة، واذا ما عرفت اكو هواي طرق حتى انه تعرفها، تمام. الدي هو ال اي انفيرس، انفيرس ال اي انفيرس واحد مود ثيتا ان. ف البايبولك كي اللي هو البي، البي يو يساوي اذا انطاك قوسين، فالقوس الاول اذا وذكر لك بايبولك كي، فالاول هو اي والثاني اي ان، واذا قال لك برايفت كي بي ار هو الاول دي والثاني ان، تمام. اللي تحتاجه ملاحظة هنا نسيت أذكرها، الإي قيمة الإي اللي راح تخليها وراح تلقيها هنا، لأنه هنا بهاي الطريقة تلقي الإي، لازم تكون أكبر من الواحد وأصغر من شنو؟ أصغر من الثيتين. أوكي فطلاب، و99% هو الإي ينطيك إياه بالسؤال، لأنه شوية الرياضيين هنا صعبة، تمام. فإذا ما لقى، إذا ما انطاك إياه، فإحنا إيش راح تسوي طلاب؟ هنا لازم تلقي عدد تخليه هنا حتى يكون ويا هذا قاسم مشترك اكبر، نتيجة مالته واحد. يعني القاسم المشترك الاكبر بين هاي العددين هو واحد، فتمام، هاي خليها ببالك. زين، هنا عندك التشفير وفك التشفير. التشفير قانونها انه سي يساوي زف سايفر تي اكس يساوي ام اي موديل ان، ام اي موديل ان، ودائما الام اصغر من الان او الان اكبر من الام. وبفك التشفير الام يساوي سي دي، سي اس دي موديل ان، تمام، والسي هو السايفر تيكس. هاي الملاحظات اكتبهن يمك حتى نعرف نحل الامثلة. هاي الامثلة اللي عندي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بحل الامثلة بالتسلسل. عندي اربع عفوا، عندي اربع امثله او اربع اسئله جدا ضروريه، فتوقع انه لازم انه واحده من عندهن تكون صياغتها او طريقتها قدامك بالامتحان. زين، طلاب هنا شو يقول لك؟ يقول لك تشفير انكريبت، قايل لك انكريبت، انكريبت تشفير، ومكمل لك منطق الام بواسطة ال RSA، وقال لك ال P 7 وال Q 11 وال E 17. طبعا طلاب هنا خلي ببالك شغلة، قال لك انكريبت، قال لك انكريبت، اجي قبل اخلي ببالي قانون الانكريبت اللي هو سي يساوي، اكتبها قدامي، ام اي مود شنو الان، اجي اشوف
شنو النقص الموجود؟ لانه انا هذا القانون اللي اطبقه، هو قال لك انا كريبت، اشوف شنو النقص اللي موجود بهذا، اجي اطبق بقية القوانين له. تمام، اجي الاي موجودة، الاي موجودة، الاي موجود، الاي موجود، الان موجود، الان ماكو، فاجي هسه اجي اطبق قانون الان. اوكي، مرات هو ينطيك الان، ينطيك الان، كل شيء ينطيك، فلا ظل انه تكتب هذني القوانين كلها، انت ما راح تحتاجهم كلهم، على قد السؤال فقط. قال لك انكريبت، اكتب قانون انكريبت، شوف شنو النقص تروح تطبق عليه. فاذا الان، الان هو شنو؟ هو بي في كيو، فبي في كيو، اذا الان تساوي بي مالتي جيت 7 والكيو مالتي 11، فالان مالتي 77. فاذا بكل بساطة اجي اقول يا بي السي مالتي هو الام، ام جيد 8، والسي الاي اللي هو 17 مود، تمام، مود الان اللي هو اللي هسه طلعناها اللي هو 77. وبالتالي هنا اذا ناخذ السي 8 اس 17 مود 77، فطبيعي هذا انه تستعمل الحاسبة او التدريس يقول لك بقي لي هنا، فتقول السي هو اليد، هو باستعمال الحاسبة راح يطلع لك 57. جدا ضروري تتعلمون انه شلون تستعملون الحاسبة. زين، نجي ناخذ الان اللي هو اريد اعطيك افكار اللي ممكن تجي هنا ثاني. ايش قايل لك؟ ديكريبت. اذا بما انه انا قايل لي ديكريبت، اجي اكتب قانون ديكريبت اللي هو ام، قبل اجي اقول ام يساوي سي دي موديل ان، مو لو موديل اي، موديل ان. اجي يابا الدي موجود، دي مو موجود، اذا القي الدي، السي يابا موجود، منطقي منطقي السي هو السايفر، تمام، سايفر هو السي، تمام. فاذا انا السي منطيني اياه، والان ان ماكو، فاذا هسه احنا ايش نحتاج؟ نحتاج الدي ونحتاج الان، تمام. فاجي قبل القي انه اول شيء شلقي القي الان، فهذا القانون مالته يابا الان، لان انت ما يصير كله تطبخ انت، تمام، لانه جدا راح يطول. فالان قبل البي في كيو يابا الان مالتي البي 11 في كيو 3، فالان يابا طلعت لي 33، تمام، الان طلع لي 33. اجي اقول يابا هسه انا الان استخرجته، السي عندي، ايش بقالي؟ بقالي الدي. يابا الدي من وين ممكن نستخرجه؟ مثل ما تشوفون الدي يساوي اي انفيرس 1 بار. الدي شنو القانون مالته؟ يساوي اي انفيرس 1 مود ثيتا ان، ثيتا ان. صارت عنده مشكلة جديدة، شنو هي؟ انه محمد الثيتا ان ما عندي، فاذا كلش طبيعي تجي تطبق قانون الثيتا ان، وان قانون الثيتا ان هو هذا. فاجابة اقول ثيتا ان يساوي بي ناقص 1 كيو ناقص 1، البي هو ايش قد؟ البي هو 11 ناقص 1، الكيو 3 ناقص 1، فيابا 11 ناقص 1 10، و 3 ناقص 1 هو 2، فيابا الثيتا ان يساوي ايش قد؟ يساوي ل 20، تمام؟ ها صارت عندي، تمام. بقال الاي عندي اي، منطيني اياه بالسؤال، حلو منطيني اياه بالسؤال. فاجي اقول يابا انه دي يساوي لي شنو؟ الانفيرس مالتي شنو؟ 3 انفيرس 1 مود 20. طلاب هنا اعلمكم على الانفيرس شلون ممكن تستخرجه. الانفيرس بقى دائما النتيجة لازم تكون عندك واحد، دائما النتيجة لازم تكون عندك واحد، احنا بهاي الطريقة اللي يعني قصد بالانفيرس. فانت شنو لازم تلقي؟ رقم تضربه، هذا يسمون الثلاثة، هو هذا، هذا اللي هنا، هذا الرقم هنا. فخلينا مثلا بشكل عام، مثال بشكل عام، اي ناقص واحد مود، فرضا اي رقم، اي رقم، اي رقم، مثلا 20. اوكي، انت هذا الرقم اي شنو لازم تضربه؟
بفد رقم، تمام؟ هذني منتظر الحين حتى من تاخذين المود ويلعشني يطلع النتيجة واحد. يعني شنو حمد دوختنا ادري، بس تحملني. هسه هذا الثلاثة تيجي تقول ثلاثة في، تخلي هاي مربع الفارق او تخلي اكس كيفك، مود العشرين لازم يطلع لي واحد. ايش قد في ثلاثة حتى اسوي له مود ويل عشرين حتى يطلع لي واحد. فانت تقدر تستعمل الحاسبة بهاي الطريقة. طلاب الطريقة هاي لازم تعرف لها تستعمل الحاسبة، اوكي؟ بالحاسبة استعملها راح تطلع لك النتيجة بكل سهولة. لكن اذا استعملت ورقي فبعض طلاب، اذا نقول ثلاثة في مثلا ثلاثة في خمسة 15، 15 مود العشرين طلع يطلع 15، غلط. بس لو تجي تاخذ لي رقم سبعة، سبعة في ثلاثة راح يطلع لي 21، 21 المود العشرين ايش كذا راح يصير؟ راح يطلع لي واحد، تمام؟ اللي هو عدد سبعة. شلون محمد عرفت سبعة؟ دائما حاول انه تلقي رقم، يعني هذا الرقم حاول تلقي هذا الرقم ايش قد كان. مثلا 20 قول 21، قول 21 الثلاثة اضربها في ايش قد حتى يطلع 21، تمام؟ هاي الطريقة يعني تصيب بنسبة 70 80%، تمام؟ بس الأفضل إنه تستعمل الحاسبة حتى إنه نتيجتك تكون أمامك بكل سهولة، تمام؟ هاي بالنسبة لهاي الطريقة. فإذا استنتجت إنه أني الدي مالتي جت 7، تمام؟ استخرجتها أقول بالحاسبة، أوكي؟ أو بهاي الطريقة اللي ذكرتها. فصارت عندي الدي، أوكي؟ وصار عندي الإم، أجي أطبق هذه. فالإم تساوي السي مالتي 13، الدي مالتي شقد؟ الدي قلنا هسه 7، اذا اخذت لها المود لل يا رقم 33 شقد راح يطلع. فايضا هنا استعمل ايضا الحاسبة فاقول يا شقد راح يطلع لي، راح يطلع لي 7، تمام؟ راح يطلع لي 7، اوكي؟ فهاي بالنسبة للكوشن 2. نروح على الكوشن 3. بهاي الطريقة هنا يقول لك طبق هم الانكريبت هم الديكريبت، تمام؟ يوزك ال ار اس اي، وقال لي يابا انا فقط منطيك ال بي وال كيو وال اي وال ام، اوكي؟ فاذا انا هذا القانون مالت السي هسه اجي اخلي فت خط واقول لي يابا انت هاي الصفحة السي يساوي ام اي موديل ان، هاي بالنسبة للانكريبت. هذه الصفحة يابا انت ال ام يساوي سي دي موديل ان، تمام؟ هنا الان موجود، ان موجود، اي موجود، اي موجود، الان موجود لا. فاذا قبل اقول الان يساوي بي في كيو، الان تساوي البي 3 الكيو 11، الان طلع لي 33، تمام؟ فاذا قبل اجي اطبق سي يساوي الان مالتي 5 والاي مالتي ايش قد؟ الاي مالتي 7 موديل 33، فراح يطلع لك نتيجة معينة. أنا حتى الآن نوقف الفيديو. إذا باستعمال الحاسبة راح يطلع لي إنه سي 14. زين، هسه أجي هنا يابا عندي سي، عندي حياة استخرجها. باع الفيكة وين بهذا السؤال؟ إنه تجي تطبق الانكريبت مو تلقي السي، تجي تطبقه وين؟ هنا، تمام؟ فانتبه لهذا الشيء. الدي عندي، دي ماكو. زين، الان عندي اي ان او استخرجتها منها، هاي الان نفسها تطبق هذا، اوكي؟ فبقال الدي، يابا الدي شلون تستخرج؟ الدي تستخرج انه الدي يساوي اي انفيرس مود شنو؟ الثيتا ان. الاي عندي اي، الاي عندي هياته، بس الثيتا ما عندي، فاجي استخرج الثيتا اللي هي راح تطلع لي البي ناقص واحد. البي هنا ايش قد عندي؟ البي 3 ناقص واحد، والكيو هو 11 ناقص واحد، فراح تطلع لي 20، تمام؟ هاي بالنسبة للثيتا ان، يعني راح تطلع لي 2 وهنا 10، 2 في راح تطلع لي 20. الاي يا ايش قد؟ الاي 7، فراح اقول الدي يساوي 7 اس 1 مود المود يا رقم العشرين. مثل ما قلت لكم، انت تيجي تقول يابا 7 ينضرب في ايش قد حتى يطلع لي مود العشرين، هنا بهذا السؤال نفس هذا السؤال 1. فانا قلت لك فكر انه هذا بما انه 20 خلي رقم اعلى من عنده اللي هو 21،
تمام رقم علمنا 21، فايش قلت؟ السبعين ضرب في جد حتى 21 هو 3. بس طلاب ترى هاي 70% تصيب، تمام؟ استعمل حاسبة، استعمل حاسبة، رجاء استعمل حاسبة. فراح يطلع لي جد الدي، الدي جد راح يطلع لي الدي، راح يطلع لي 3، تمام؟ ثلاثة خليها هنا، فأقول الـ M يساوي السي صار عندي 14، و الدي الدي صار عندي 3، مود الـ N ايش قد؟ الـ N 33 هيات استخرجتها منه، فأقول إنه يابا إنه الـ M مالتي ايش قد؟ الـ M مالتي 5، 100% يطلع 100% يطلع 5. ليش 100% يطلع 5؟ لأنه هو أصلا الآن منطيني 5، فأنت مجرد راح شو تسوي؟ هذا تسوي له تشفير وبعدين تجي تفكه، تمام؟ يعني الأجوبة كلها قدامك، أوكي؟ هذا كلش مهم، كلش 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 ركزوا بيه، مهم مهم جدا. إنه شنو منا من ال هسه أنت مو تجي تطبق الانكريبت راح تطلع السي، هذا السي تجي تطبقه هنا، تمام؟ فهاي جدا مهم. فمو مثلا بالسؤال او بالامتحان جاب لك انكريبت ديكريبت وانطاك السي وتسويها قضية، لا انت تجي تشفر حتى يطلع لك السي، تمام؟ السؤال الاخير مثل ما تشوفون امامك هنا، شنو سالفته؟ زين هنا شنو سالفته طلاب؟ هنا شوية صيغة السؤال كأنما تخليك ترتبك، لا ترتبك، هنا مجرد قال لك الخوارزمية هذا منطق السايبر تكست 10، ايش رايد من عندك بلين تكست؟ يعني هو لا قايل لك انكريبت ولا قايل لك ديكريبت، راح هنا الطالب يصفن، محمد شو اسوي؟ محمد شو استعمل؟ محمد ومحمد، باي يا حبيبي، هنا خليك ذكي، شلون خليك ذكي؟ ايش رايد من عندك؟ رايد بلين تكست، بما هو رايد البلين تكست، يعني هو شنو؟ دا يريد من عندك انه انت عندك هو شنو منطق؟ منطق نص مشفر، انت منطق نص مشفر ريد من عندك نص واضح، يعني بمعنى انه نص المشفر حتى تسوي نص واضح ايش تحتاج؟ فك تشفير، يعني بمعنى شنو؟ اطبق فك التشفير. زين محمد وضح لي اكثر، اوضح لك اكثر، هو منطق السي، بمعنى انت شنو؟ تجي تفك التشفير حتى تلقي الام. زين اذا هو انطاك الام وراد السي، هاي معناها انه تسوي تشفير حتى تلقي السي، هاي انتبه عليها، تمام؟ فإن كان المطلوب سايبر تيكس معناها هو يريد تشفير، إن كان المطلوب بلين تيكس فإذا المطلوب شنو؟ فك التشفير. نجي إذا بما أنه عرفنا فك التشفير، أجي أطبق القانون المالتي اللي هو الـ M يساوي أو M كابيتال أفضل C دي مود مود الـ M. حسن محمد هسه احنا شنو؟ ايش راح نسوي؟ السي عندي، الدي ماكو، الان هم ماكو، ايش راح اسوي؟ استعين بهاي. ارجع قلت لك اذا قال لك باي بولك كي اللي هو هذا قايل لك باي بولك، فاذا القوس الاول اي القوس الثاني ان، عفوا ما بعرف الفيديو هنا ايش قايل لك. بالملاحظة شو ذكرت لك؟ لك اذا هذا انطاك هذا القوس بايبولك هو ذاكر لك بايبولك، بما انه ذاكر لك بايبولك يعني القوس الرقم الاول اي والرقم الثاني ان، اذا قال لك برايفت الرقم الاول دي والرقم الثاني ان، فهسه احنا عندنا اي ان، تمام الان استخرجناها، نجي هسه فقط بقى لنا الدي. اذا يا بدي انت شلون نستخرجك؟ نطبق الاي انفيرس مود شنو؟ الثيتا ان. يا بها ما عندك ثيتا، تجي تطبق قانون الثيتا اللي هو ايش راح يساوي؟ بي ناقص واحد كيو، كيو ناقص واحد، البي ايش جد؟ هنا البي مجهول والكيو مجهول، هنا شلون القي البي وشلون القي كيو؟ طلع هنا كلش ملاحظة مهمة مهمة مهم جدا، هنا اني لا عندي بي لا عندي كيو، هاي كيو لا عندي P ولا عندي Q، شلون؟ هنا عندي N، تمام؟ اجي اقول يابا ال N جاية من شنو؟ جاية P في Q، تمام؟ جاية P في Q، زين احنا ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ قلنا انه ال N 35 هو مثل ما منطقيها بالسؤال،
35. فإذا تخلي رقمين حاصل الضرب مالتهم ايش قد؟ حاصل ضرب مالتهم راح يطلع لي 35. يعني شنو في شنو حتى يطلع لي 35؟ ودائما خلي البي اكبر، اوكي؟ البي خليه اكبر، ولازم ما يكون رقمين متساويين، ولازم الرقمين يعني هذا السؤال كلش مهم، ولازم الرقمين يكونون برايم، تمام؟ يعني هاي الملاحظة نرجع عليها ونأكد انه الشرطين هذا، يعني ليش اعطيتك شرطين؟ هسه هو شنو؟ منطقي الان، فانت راح شقد في شقد حتى يطلع 35 على شرط انه الان عفوا انه البي لا يساوي كيو، وعلى شرط انه البي والكيو برايم. فاجي اختار 7 في 5. يا ابو محمد ليش اخترت هذا الرقم؟ لان 7 جاي من 7 في 1 يعني برايم، وخمسة فقط 5 في 1، وحاصل وهم متساويين، وأيضا 7 في 5 هو 35، فهو هذا الرقم الأنسب، تمام؟ البي خليه هو دائما الأكبر، فإذا 7 ناقص 1 و5 ناقص 1، ف7 ناقص 1 6، و5 ناقص 1 هو 4، فثيتا أين راح يطلع لي؟ جد راح يطلع لي 24. ممتاز. هسه أنا إيش راح أسوي؟ راح أطبق هذا القانون. راح إذا الإي مالتي جد الإي مالتي 5، فخمسة انفيرس 1 موديل 24 طلعتها. فأما باستعمال الحاسبة أو أجي أقول 5 في، أخلي رقم هيج مود 24 لازم يساوي 1، لازم يساوي 1، لازم. فشنو أقول يا بالخمسة الأربعة وعشرين شنو أكبر من عنده؟ 25. فإيش قد في 5 حتى 5؟ أكيد 5. فقبل أقول يا أبي أنت الجواب مالتك 5، أوكي؟ فصار الدي عندي. فأجي السي عندي 10، والدي عندي 5، فمود الإن عندي 35. فمجرد إنه أقول يا أبي 10 أس 5 مود 35، فراح يطلع لي الإن مالتي 5. وبكل بساطة لهنا وصلنا لنهاية الحل. أتمنى يا ربي أنه وصلت لكم الفكرة، إن شاء الله يا ربي أنه سهلت لكم الموضوع ولو بالشيء القليل. الموضوع سهل، فقط أنه احفظ الملاحظات واحفظ أنه شو وقت تطبق، تمام؟ وذكر انه بهذا السؤال، هذا من السؤال شو فيكاتها حلوه، انه هنا بالانكربت من نطلع السي ونطبقه هنا، واما هنا ذكر انه الان هنا شلون نلقي الان من مو رقم، فلازم تضرب رقمين، اوكي؟ هنا كلش مهم هذا السؤال حتى تلقي البي والكيو، اوكي؟ ولهنا خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى يا رب وصلت لكم الفكره. مع الف سلامه.